حدثنا وكيع حدثنا شعبة حدثنا أبو إسرائيل الجشمي عن شيخ لهم يقال له جعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لرجل رؤيا قال فبعث إليه فجاء فجعل يقصها عليه وكان الرجل عظيم البطن قال فجعل يقول بأصبعه في بطنه لو كان هذا في غير هذا لا كان خيرا لك.